أكثر من 100,000 لاجئ سوري في مخيم الزعتري في الأردن الذي بني أساساً لاستيعاب 30,000. في هذا المخيم يسعى بعض أرباب الأسر إلى بناء دكاكين من الصفيح على جانبي الطرقات المرصوفة بين الخيام في محاولة للحصول على ما أمكن من عمل لتأمين لقمة العيش. الله كذا كله مشترى، يعني تلاقي واحد جاب الأغراض هاي بيستلموها مفوض يبيعون إياها. ما يفتقده اللاجئون أكثر بكثير مما يصلهم من مساعدات، ولعل هذه المحال والأكواخ تعمل على تلبية ما تيسر من مطالب خصوصا للأطفال، فيما تبقى هذه الخضرة على ندرتها شيئا لم يشاهده اللاجئون منذ شهور، رغم أن أكثريتهم من المزارعين. حط على الدواب ما بوكله، بس احنا بدنا نوكلها مشان يرضى بشار واسماء الأسد. والله على الله عيشة يوم بيوم، واللي بقول غير الحكي مش صادق. لقمة العيش الصعبة هي ما تدفع إلى اجتراح الحلول رغم الآفاق الضيقة والمصير المجهول. لا في أكل ولا في شرب، عشان العالم تأكل وإحنا نتسبب نعيش، يعني عشان أعيش أولادي نسوان بالموت حتى يفوتوني، كل شيء يعني صعب. يعني مثلا كيلو الدجاج حقه برا ليرتين، عم بحسبوني بأربع ليرات وبخمس ليرات. إقامة طالت خارج الوطن، ويبدو أن كثيرين باتوا يشعرون أنها ستطول أكثر وأكثر.